واتساب العشرة جالس باقي كلكم تكون على خير وبخير. جالس باقي اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو يكون ناشط ويكون موجب واخر ما عندناش نشطو. والصديق ديالنا في هذا الرياضه مات الله يرحمه الله يوتيب رحمه الله والله يصبر والديه والاخوه ديالو حق الله الا بقات فيه الام ديالو. ما واش نقول لكم شفت الفيديو نتاع انا كنت عرفتو مات من داك النهار الغد ليك قالوا لي الدراري صحابو حيت هما صحابي. المهم وصلت الاخبار قالوا لي راه مات ما عرفتش كيفاش كنت كنوجد القرايب ما عرفتش كيفاش نطلع عندهم صدر نعزيهم يعني ما كاينش كيفاش. سو اليوم ان شاء الله غنفسر لكم السبب الرئيسي اللي خلاه انه يموت من العلاقه ديالو بداك ولد الخاله ديالو اللي هو بطل عالمي وشنو هو الهرمون اللي خلاه يموت وعلاش السبب. ممكن شي نضحكم في هذا الفيديو. سو الى كنتي اول مره كتفرج فيا ما لقيتها بغيت تشترك في القناه وتشجعني بشي لايك وشي كومونتير وكامل في التحت ندعيو له بالرحمه ان شاء الله ويا ربي يواتي الجنه ويصبر والديه والاخ ديالو والاخ ديالو حتى هي انت جا عجل العاده تعاوني في ولدي بقى يعطي من المغرب كله. جيت لقيت ولدي تيتشوى هكا تيتشوى تيخرخر وجهو زراق ويدخل ليه واحد الكشكوشه من هنا وعواج ليه فمو تياخد داك البروتين تياكلو ما عرفت تنشوف عندو شي براوات تيدقهم وتنخاصم عليه. ما كاين حتى شي حاجه انا اللي عادي تعاودني في ولدي بقى يعطيني المغرب كله. والله الا هاد الام هي اللي خلاتني خرج ندير فيديو حق الله والله ما كنتش باغي نهضر على هاد الشيء وما بغيتش نحشر راسي في هاد المشكل هذا صافي الله يرحمه دماء. ولكن الام واش داري بزاف الناس كيبقاو يدويو ويخربقوا ما عارفينش حتى شنو هاد الشيء ما عارفينش شنو هو الدوبور ما عارفين حتى العباء غير كيدويو. ودابا هاد الناس اللي كانوا كاملين كيقولوا كتبوا كومونتيرات في الفيسبوك لي بوست وكذا قتلوه داروا له سولو شنو هو الدوباج ما يعرفش باش يجاوبك ما عندوش دريه بهذا المجال لانه يخول له انه يجاوبك ما عارفش ما عمرو قرا على هذا الشيء غير كيسمع بلي غير كيعرف الشوك اللي داري الدوباج. سو هاد السيد هذا في العمر ديالو ما بين 26 70 يكمل 27 سنه ياك هو كيجي واحد البطل اللي سميتو مراد الزاهر عطا لكم الصوره ديالو هنا غادي تعرفوا. المهم هاد السيد مراد الزاهر كان كيكوتشي مي كان كيكوتشي قبل بعد ما بدا يكونشي كان هذا السيد هذا اللي مات اللي توفى الله يرحمه عبد الرزاق كان ديجا دخل طلع للستيج طلع البوديوم وكان ديما كيدخل وما كانش ملي كيسالي السايكل ديالو ما كانش كيمشي يدير شي حاله طبيه باش يشوف الحاله ديالو كي دايره كيفاش الكلاوي ديالو كيفاش الكبده كيفاش ضغط الدم كيفاش شنو تيستو عنده في الدات واش الحجر ديالو كيتشد تيستو بالكفايه ديالو يعني ما كيمشي يدير والو. اون فوا حيت انا كاع الدراري كامل اللي كنخدم معاهم كنقول لهم اون فوا كنسالي معاهم السايكل كنقول لهم غادي تمشي غادي تحليل وغاتبيع التحليل باش كتعرف شنو كاين كتعرف شنو فين وصل كي الدم ديالو واش كيداير كيدير الكبده واش تفرعات واش الكلاوات باش تنقاد الموقف من الاول فهمتي. يعني اون فوا كتدخل شي كورس كتدخل شي 60 كتدخل شي حاجه غريبه الدم ديالك وكتسالي داك 3 شهور خاصك دير التحاليل باش تعرف كيفاش الدم ديالك دايره من بعد ما تنظف خاصك دير التحاليل وتعرف الامور واش رجعات للطبيعه ديالها ولا باقا مخربقه باش تعرف شنو غادي دير ديك اللحظه. هاد السيد هادي على ما كنعرفو عليه كان طلع شي 3 خطرات يعني 3 خطرات هو كيدخل و 3 خطرات وخطرة مورا خطرة هو كيدخل وما كيمشي يدير التحاليل ما كيعرفش الدا ديالو كيفاش دايره الداخل واش نقيه ولا توسخت الكبده كلاتها ولا الكلوه كلاتها ولا ضغط الدم ولا ما عرفش العب على داك الداخل كيقول لك مزوق من برا اش خبارك من الداخل. سو ما عليناش هاد السيد هذا كيما قلت لكم خدم مع هاد مراد الزاهر اللي كيجي هاد مراد الزاهر راه معروف راه بطل عالمي وراه معروف راه انتم تشوفوا الصور ديالو غتعرفوا كيفاش داير. كان بغا يخدم معاه ويطلعه بواحد الريبو اللي هربان وباش خدم معاه بالانسولين. هاد الانسولين كيف ما كتعرفوا نتوما غتقولوا واش الانسولين هو اللي كيضربو صحاب السكر وكذا داك الانسولين صحاب السكر كيتخدم تا كامل الاجسام ومن بين الهرمونات البناء بزاف 100% انابوليك شنو نقول هرمون راه خطير حق الله الا خطير هرمون راه الهربه بزاف ولكن الفالطه بالكبوط الا غلطتي بحاجه بسيطه ما عندك لا فشل كلوي ولا شي راكم عارفين ملي كيطلع الانسولين شنو كيوقع داكشي اللي كيوقع له كيدي لك الوفاه. وهاد السيد كان ديجا كيبريباري مره جوج ثلاثه راه فهمتي وما كانش كيمشي يدير تحاليل شوف الدات ديالو كان داتو ثلاثه وجات الصدفه بهاك يعني باش نقول لكم اسبر كتكونوا فهمتوا شنو هو البلاك كيفاش داير يعني مابقاش غادي يدوي ويخربق ويقول بقى في كذا ولا بقى في الدوباج. الدوباج راه ما كيقتلش والله الدوباج ما كيقتل كيهلك شي بلايص الا ما عرفتش تستعملو الا ما هذا ماشي البلان ديال تسول المجرب لا تسول الطبيب خاصك تسول الطبيب لا تسول المجرب. يعني واحد الا كان قاري راه هو اللي غيفيدك هو اللي غيكون عارف كيفاش غيعرف كيفاش يتعامل معاك الا تحسي بشي حاجه ماشي هي هذيك. ملي تلقى الخبر بواحد ما تنقول لك الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر الوالدين ديالو وجيسبيغ كتكون فهمتو شويه البلان شنو هو كيفاش وتكونوا عرفتو كيفاش البلان. ما تخربقات عليا الهضره ما عرفتش كيفاش ندوي بقى فيه حل بزاف حيت كتشوف شي واحد اللي كان داير شي حاجه للمغرب وكان
كان باغي يمشي لاسبانيا باش كان الفيزا ديالو غادي شي 7 شهور باقي له يمشي يشارك في اسبانيا ان شاء الله. ما كتبش دول المكتب الله يرحمه ويت جد مع تلقى في فيديو واحد اخر ان شاء الله. بيس. اي اي اي.